فاطمه زهره دياب مكلفه بقسم العمل الاجتماعي بعماله اقليم شتوكا ايتباها. بالنسبه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه فهي كتعمل على 4 ديال المشاريع اللي تعطات الانطلاقه ديالهم من خلال المرحله الثالثه ديالها. هاد البرامج كلها كتعنى بالرأسمال البشري وإعطاء الانطلاقة بالنسبة للشباب في المجال ديال التشغيل، وكذلك الاعتناء بالفئات الهشة والبنية التحتية. بالنسبة لهاد السنة هذه فالمجهودات ديال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم شتوكا ايتباها فهي تركزات على الافتتاح ديال المنصة ديال الشباب في وجه شباب ديال الإقليم لارتيادها والاستفادة من الخدمات اللي كتقدمها لا في المجالات ديال دعم الحس المقاولاتي ولا كذلك في المجال ديال دعم التشغيل والاستفادة من التكوينات والتأطيرات اللي كتقدمها الجمعية المسيرة وجمعية إيناكتوس المغرب اللي مكلفة بمحور دعم ريادة الأعمال. بالنسبة للمشاريع اللي تم تمويل ديالها ولا المساهمة التمويل ديالها على مستوى الإقليم فهي كتعتبر مشاريع نوعية، ومشاريع بعض المشاريع منها فهي مشاريع اللي كتعتبر رائدة على المستوى الوطني وعلى الجهوي وعلى المستوى الوطني. ناخذ مثال هو دعم الشركات اللي كتخصص في النقل ديال المستخدمين الزراعيين. هذه التجربة هذه اللي ابتدا بها الإقليم واللي كتعتبر تجربه متميزه متفرده فهي عطات النتائج ديالها، وكما كتلاحظوا في هذه العروض ديال اليوم الاحتفال بالذكرى 17 انطلاق المبادره فانتم لاحظتوا معنا لي شيفر اللي ادلوا بها اصحاب هذه المشاريع هذه الشباب، فهي ارقام مشجعه اللي كتبين نجاح التجربه هذه. وكذلك ما نساوش المشاريع الاخرى ديال الشباب اللي ولات كتنصب في واحد المجالات جديده كالمجال ديال التواصل الرقمي وكذلك استغلال الوسائل الرقميه من اجل ضمان واحد الاشعاع كبير للمشاريع ديالهم. اكيد فاحنا ككل سنه اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه فهي كتنظم واحد المباراه ديال الافكار لا على سواء على مستوى منصه ديال الشباب ولا على مستوى قسم العمل الاجتماعي. هذه السنه هذه ان شاء الله فهي غادي تميز بتنظيم على الاقل واحد جوج حتى ثلاثه ديال هذه المباريات اللي كنستقبلوا من خلالها الشباب ونستقبلوا الافكار ديالهم ونشوفوا شنو هما دوك الافكار اللي ممكن يعني يكون عندهم القابليه ديال الدعم وعندهم القابليه ديال التوسعه وضمان فرص الشغل وتحقيق الادماج الاقتصادي للشباب. نموذج على مختلف المستويات، هذا ماشي تبني زعما اعتباطي ولا هذا تبني مبني على اسس هي موضوعيه الدرجه الاولى مطور الكفاءه اللي عندنا سواء داخل الاداره او خارج الاداره في النسيج الجمعوي التعاوني والفعاليات الاخرى، ثم كذلك المقاولات اللي عندنا داخل الاقليم ومقاولات اللي ناجحه في المقابلة تشبه الحضور ديالها لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي ونفس الاعتصامين ولكن تنطلقوا من الوالد. كرئيس مجلس الاقليمي اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ذكرى 17 لانطلاقها حضرنا عروض مقدمة من طرف منصة أو الجمعية المسيرة لمنصة الشباب بشتوك ايتباها وكذلك جمعية إيناكسيس الساهرة على مواكبة الشباب الإقليم الحامل للمشاريع. فعلا هناك عروض قيمة
واستحسنها جميع الحاضرين، إلا أن الملاحظة أن جل المستفيدين من هذه المنصة يقتصرون فقط في جماعة المركز سيدي بي بي أي تعميرة وبي غراوات الصفا. بالتالي كما لاحظ الجميع لا بد للإخوة الساهرين على تسيير هذه المنصة في إطار العدالة المجالية أن يقوموا بقوافل تجوب جميع طرب الإقليم ليتمكن جميع شبابنا للاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف هذا الشباب الطموح، ونحن فخورين بما يقدمونه إلى الآن رغم حداثة عهدها فعلا. ونحن كذلك كمجالس منتخبة كمجلس إقليم وكذلك رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم فهي مستعدة كامل الاستعداد لتوفير جميع ظروف تنقل هاد الإخوة. وأشكركم كذلك كمنابر إعلامية على تتبعكم لأطوار هاد الاجتماع، وشكرا. هشام الجطي، رئيس اتحاد المقاولين ذاتين الشباب، الجمعية المشرفة على تسيير منصة شباب فضاء الابتكار الاجتماعي. اليوم كنحتفلوا بالذكرى 17 لتأسيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذا الورش الملكي اللي شرف على وضعه صاحب الجلالة. اليوم قمنا بتقديم حصيلة ديال المنصة خلال سنة من خلال تقديم واحد مجموعة من البرامج، برنامج تسجيل حصة مقاولاتي، وبرنامج ابتكار مؤسسات تعليمية، وبرنامج قابلية التشغيل اللي من خلالها حاولنا نقدم واحد مجموعة من الحصص التكوينية والورشات داخل المنصة. الهدف ديالها هو تسهيل ولوج المصادر ديال الدعم والتمويل، وكذلك الدعم ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي من خلالها تم تمويل واحد المجموعة من المشاريع اللي استفدت من المواكبة القبلية والمواكبة البعدية، اللي عرفت واحد المجموعة من المحاور منها دراسة الجدوى، دراسة السوق، تأسيس المقاولة، أنواع المقاولات. وكذلك في محور قابلية التشغيل قمنا بواحد المجموعة من الورشات مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل من خلال تأطير واحد المجموعة من الورشات سواء كانت حضورية او عن بعد، اللي استفدوا منها واحد العدد ديال الشباب. وكذلك والبرنامج ديال ابتكار المؤسسه التعليميه اللي كان بتنسيق مع انجاز المغرب وثانويه الجولان كتجربه اولى على اساس يتم تعميمها ان شاء الله على باقي المؤسسات التعليميه باقليم شتو كيتبها، واللي كان الهدف ديالها منها هو غرس ثقافه الابتكار والابداع في وسط التلاميذ باش اننا نلقاو واحد الجيل مستقبلي اللي كيفهم وكيعي جيدا معنى الابتكار ومعنى المقاومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور بنتاج محمد، فاعل جمعوي، وكذلك انا في الذكرى 17 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الذكرى 17 نتمم جميع المشاريع واللقاءات وكذلك المبادرات التي تقوم بها فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وحنا في الإقليم ولله الحمد راه رائدين في مجموعة ديال المشاريع ديال الشباب، ولا كذلك مشاريع اللي عندها الآن وقع وطني بحال نقل العمال الزراعيين في ظروف آمنة وما إلى ذلك. وبالتالي الإقليم يزخر كذلك بموارد بشرية وطاقات، وهو إقليم تنموي وإقليم يعني له من الإمكانيات اللوجستيكية وكذلك البشرية بأنه يكون من بين الأقاليم الرائدة على المستوى الوطني. والمبادرة الوطنية جاءت باش تعطي واحد الدفع واحد الزخم للجمعيات وكذلك المجال الإحساني والمجال يعني الجمعوي بشكل كبير في الإقليم. وبالتالي أنه الآن خاصة بعد جائحة كورونا هناك مبادرات اللي يمكن أنها تقود هذا الإقليم بشكل أساسي، وخاصة في مجال تشغيل الشباب، التسويق الرقمي، التكنولوجيات الحديثة، استغلال كذلك حرف وكذلك إمكانيات ديال السياحة السياحة الإيكولوجية اللي كتزخر بها الإقليم. وبالتالي فلا خوف على هذا الإقليم ولا خوف على هذا الشباب اللي الآن هو الذي يقود المجال التنموي بشكل أساسي، واللي كنتمنوا يعني العمل ديال اللجنة الإقليمية بقيادة السيد العامل، ولا كذلك العمل اللي كيقوم به جميع المصالح والقسم العمل الاجتماعي بالإقليم للدفع قدما بتنمية هذا الإقليم في الجبل وكذلك في السهل. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.